بالله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. وبعد، توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فوائد: الأولى، تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير. احنا طبعا قلنا ان من اصح الاسانيد احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والموطأ فيه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر كثير، والامام احمد سمع الموطأ من الشافعي، والشافعي سمعه من مالك. طب ايه الاشكال بقى؟ اشكال انه ولم يتصل لنا منه الا ما تقدم، اللي هو الحديث الواحد اللي احنا قلناه المرة الفائتة، يعني كل المسند على كبره لا يوجد فيه من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر إلا حديث واحد. قال شيخ الإسلام في أماليه، أمال ابن حجر يعني، لعله لم يحدث به. لعله اللي هو مين؟ الإمام أحمد لم يحدث به، أي لم يحدث بسماعه أو لم يحدث بالموطأ بروايته عن الشافعي. هو سمعه من الشافعي لكنه لم يحدث به الناس، لم يجلس أمام الناس هكذا ويقول حدثني الشافعي عن مالك وهكذا إلى أن يسرد لهم الموطأ. فأول احتمال بيقول ابن حجر إنه لعله لم يحدث به. الاحتمال الثاني أو حدث به وانقطع، يعني الإمام أحمد حدث به ولكن من سمعه منه لم يحدث به. واضحة؟ يعني هنفترض إننا الإمام أحمد مثلا وسمعت من الشافعي، وجيت حدثتكم قلت لكم حدثني الشافعي عن مالك وهكذا وحدثتكم بالموطأ، انتوا ما حدثتوش حد بعديكم بهذا الموطأ، يبقى هنا انقطع الاسناد. او حدث به وانقطع، اي الاسناد للامام احمد. طب هو الامام احمد وبيقول لعله لم يحدث به، يعني الإمام أحمد ما حدثش بالموطأ برواياته عن الشافعي. طب ليه ما يحدثش به يعني؟ لماذا؟ قال لك ربما لورود هذه الأحاديث أو لروايته لهذه الأحاديث بطريق أعلى آخر، يعني هو عنده الأحاديث دي بس برواية أو بسند أعلى فما حدثش بها عن الإمام الشافعي. أو حدث به وانقطع. طب في احتمال ثالث برضه. إيه هو الاحتمال الثالث؟ إن يكون الإمام أحمد صنف المسند وحدث الناس به قبل أن يسمع الموطأ من الشافعي،
واضح؟ الإمام أحمد صنف المسند بتاعه قبل ما يسمع الموطأ من الشافعي، وهذا احتمال ثالث لم يذكره الحافظ السيوطي. وفي المسند، مسند الإمام أحمد، يوجد 8 أحاديث من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، 8 أحاديث في المسند كله، منهم حديث واحد فقط مالك عن نافع عن ابن عمر. واضحة؟ مسند كله في 8 أحاديث من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك، منهم حديث واحد فقط أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، اللي هي إيه؟ أصح الأسانيد. طيب، الفائدة الثانية، جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد والموطأ بالتراجم 5 التي حكاها المصنف وهي المطلقة، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة، ورتبها على أبواب الفقه وسماها تقريب الأسانيد أو تقريب الأسانيد. حافظ أبو الفضل العراقي صنف هذا الكتاب على أبواب الفقه، يأتي مثلا في باب الصلاة ويجمع فيها كل الأحاديث التي وردت بطريق يقال عنها أنها أصح الأسانيد، وهكذا في كتاب الصيام، في كتاب الزكاة، في كتاب الحج، وهكذا. طبعا أول حاجة هو في أحاديث كثيرة فاتته، يعني مثلا الأحاديث التي ذكرها في كتاب الصلاة بأصح الأسانيد، هناك أحاديث أخرى في هذا الباب لم يذكرها الحافظ العراقي. واضح؟ ورتبها على أبواب الفقه. قال شيخ الإسلام: وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة. إيه هي الشريطة دي؟ اللي هي أصح الأسانيد، يعني في أبواب سابها فاضية لم يذكر فيها أحاديث. ليه؟ لأن هو ساعتها ما لم يجد فيها أحاديث برواية إيه؟ أصح الأسانيد، مروية من طريق يقال فيها أنها أصح الأسانيد، فتركها إيه؟ بدون أحاديث. وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه، زي ما أنا قلت من شوي، في أحاديث كثيرة فاتته وهي من أصح الأسانيد ولكنه لم يذكره. وفي من حوالي تقريبا 10 سنوات أو نحو ذلك، في باحثة جمع عملت رسالة دكتوراه في الأزهر هنا، ذكرت فيها الأحاديث التي فاتت الحافظ العراقي على شرط أصح الأسانيد، وإن كان هي أيضا فاتها شيء، فالكمال لله وحده. وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الأسانيد مع الاختصار البالغ.
قال ده الحافظ: ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بكتاب ويضم إليها التراجم المزيدة عليه لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح. يعني الحافظ عايز يقول إيه؟ إن في بقى لو ناس كده عندهم همة من طلبة العلم يتفرغوا للموضوع ده ويأتوا على إيه كل باب من الأبواب الفقه ويجمعوا فيها الأحاديث المروية بطريق إن هي أصح الأسانيد. بيقول لجاء كتابا حافلا، يعني هيأتي كتاب كبير وحيجد فيها من الأحاديث الكثير المروي بإيه بأصح الأسانيد. وإحنا سمعنا إن في جامعة طيبة في المدينة المنورة مشروع مثل هذا، يعني بيجمعوا فيها كل الأحاديث التي رويت من طريق قيل فيها أنها أصح الأسانيد ويعملون فيها في وقتنا الحالي، وهذا مشروع يعني كبير. يعني الثالثة: مما يناسب هذه المسألة، مسألة إيه بقى؟ أصح الأسانيد. أصح الأحاديث المقيدة كقولهم أصح شيء في الباب كذا، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا، سنن الترمذي، وفي تاريخ البخاري وغيرهما، عند الإمام الترمذي كثيرا ما يتكلم على الأحاديث ويأتي إلى أحاديث معينة ويقول: وهذا أصح شيء في الباب، وهذا أصح ما قيل في الباب، وهكذا. طب دي معناها إيه بقى؟ وقال المصنف في الأذكار، مصنف اللي هو مين؟ الإمام النووي. لا يلزم من هذه العبارة، العبارة دي اللي هي إيه؟ هذا أصح شيء في الباب، صحة الحديث. لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث. الإمام الترمذي يقول إيه مثلا؟ هذا أصح شيء في الباب، مش معناها إن الحديث ده صحيح، معناها إيه؟ إن ده هذا الحديث هذا هو أفضل ما روي في هذه المسألة وإن كان ضعيف. يعني المسألة فيها أحاديث ضعيفة كتير وهذا أقلها ضعفا، مش بقى بالمعنى الاصطلاحي إن أصح شيء في الباب يعني هو هذا الحديث صحيح، لا. وحنضرب مثال: الإمام الترمذي روى من حديث عائشة في السنن، يعني: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. قال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح، أحسن شيء في الباب وأصح. ما نجيش بقى احنا ايه نفهم منها ان معناها الحديث ده صحيح، لا، وهو حديث ضعيف لأن فيه شريك ابن عبد الله النخعي وهو ضعيف. وابن حجر قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائما شيء. حافظ ابن حجر قال الكلام ده فين؟ في الفتح، فتح الباري. قال: لم يثبت ايه في النهي عن البول قائما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي والترمذي بيقول وهذا اصح احسن شيء في الباب واصح؟ يعني ده أفضل طريق روية في هذه المسألة وهو ضعيفه، ولكن هو أقلها ضعفا.
فيبقى ما نفهمش من قوله، من قول الترمذي أو البخاري هذا أصح شيء في الباب أو أحسن شيء في الباب أن هذا إيه الحديث صحيح، لا. وقال المصنف في الأذكار: لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا، ومرادهم أرجحه، يعني ده أفضل ما روي في هذه المسألة، أو أقله ضعفا. ذكر ذلك عقب قول الدارقطني: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح. ده اللي بيقول كده مين؟ الإمام الدارقطني. فالإمام النووي بعدها قال إيه؟ بعد ما نقل هذه العبارة قال: ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون حديث صلاة التسابيح صحيحا. يبقى احنا فهمنا من كده ان كلمة اصح شيء او احسن شيء في الباب لا نستفيد او لا تفيد صحة الحديث. ومن ذلك اصح مسلسل، وسيأتي في نوع المسلسل. الرابعة: ذكر الحاكم هنا يعني ايه؟ يعني في مبحث اصح الاسانيد، والبلقيني في محاسن الاصطلاح أوهى الأسانيد، يعني زي ما ذكروا أصح الأسانيد ذكروا برضو إيه أوهى الأسانيد مقابلة لأصح الأسانيد، وذكره في نوع الضعيف أليق، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يبقى إيه؟ هيذكروا هذا النوع اللي هو أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد، هذكروها في باب الضعيف. الثانية من مسائل الصحيح: أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. طبعا هي عبارة ابن الصلاح: أول مصنف في الصحيح صحيح البخاري. طب ليه الإمام النووي زاد كلمة المجرد؟ لأن بعض العلماء اعترض على ابن الصلاح وقال له: طب ما الإمام مالك في الموطأ برضه هو أول من صنف في الصحيح، الإمام مالك قبل الإمام البخاري فهو أول من صنف في الصحيح، فعشان كده الإمام النووي حط كلمة المجرد، يعني لم يذكر في صحيحه إلا الصحيح فقط، وهنتكلم على المسألة. والسبب في ذلك إيه؟ السبب اللي خلى الإمام البخاري يصنف هذا الصحيح ما رواه عنه، أي عن البخاري: إبراهيم بن معقل النسفي قال: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام إسحاق بن راهوية بيقول لهم: محدش كده يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي وردت بأسانيد صحيحة. قال يعني البخاري يعني: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وعنه أيضا أي عن البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، يعني بيهش كده على سيدنا النبي، طير يجي عليه ولا بتاع فبإيه بيدفع عنه الأذى يعني. فسألت بعض المعبرين لإيه بيفسروا الرؤى والأحلام، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، يعني تدفع عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
قال: وألفته في 14 سنة. يبقى هنا في ايه؟ حافظ السيوطي ذكر سببين من الأسباب التي من أجلها صنف الإمام البخاري صحيحه، وألفه في 14 سنة، وكان رحمه الله تعالى لا يذكر فيه حديثا إلا إذا تأكد أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى الدقة في لفظه، وكان لا يضع حديثا في الصحيح إلا إذا توضأ واغتسل له ويكتبه حتى يبارك الله عز وجل فيه. وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، يعني فيها الصحيح وغير الصحيح، وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، لأن هي كانت مصنفة ومرتبة في عقلهم. احنا بنصنف ونرتب ليه؟ عشان نقدر ايه نحفظ ونميز ده باب كذا وده باب كذا وده باب كذا، كل حاجة لوحدها. لا، هم ما كانش عندهم الكلام ده، كل الكلام ده كان ايه؟ مصنف ومرتب في أذهانهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهاهم عن أن يكتبوا الحديث عنه لئلا يختلط ذلك بالقرآن في بادئ الأمر، كما ثبت في صحيح مسلم، خشية اختلاطها بالقرآن. ولأن أكثرهم أي أكثر الصحابة كان لا يحسن الكتابة، فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض دونت هذه الآثار ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخراسان. كل دول جمعوا الأحاديث مختلطة بأقوال الصحابة والتابعين. قال العراقي وابن حجر: وكان هؤلاء في عصر واحد، فلا ندري أيهم أسبق، لا ندري أيهم أسبق، لأنهم كانوا في وقت واحد. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطئا أكبر من موطئ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ يعني أنت لماذا صنفت هذا الموطأ وقد صنف ابن أبي ذئب الموطأ؟ فقال: ما كان لله بقي. وفعلا هو اللي باقي دلوقتي موطأ الإمام مالك، موطأ ابن أبي ذئب ده ما نعرفش عنه حاجة، إلا بس إن هو إيه كان في موطأ لابن أبي ذئب. نفس الأسماء؟ يعني إيه؟ يعني اسم الكتاب يعني نفسه؟ اسم الكتاب هو الموطأ برضه، والإمام مالك صنف موطأه بعد ما صنف ابن أبي ذئب موطأه. فبيقولوا: طب ايه الفايدة يعني، ما هو ما في موجود اهو. قال لهم: ما كان لله بقيا.
وكان ابن أبي ذئب والإمام مالك يعني إيه كانوا في مشاحنات دائما، ويعني إيه يطعن هذا في ذاك، ولكن الإمام مالك يعني رضي الله عنه موطأه هو الذي بقي وبورك فيه وانتشر في الآفاق بعكس موطأ ابن أبي ذئب، فرضي الله عن الجميع. هم كانوا بشر يعني في الأول، في النهاية لم يكونوا أنبياء ولا ملائكة، فإيه يعني نأخذ من هذا ومن هذا. يعني قال شيخ الإسلام، وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب، إلى الجمع للأبواب. أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم أي عظيم، وساق فيه أحاديث. ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني لا يذكر معها أقوال الصحابة ولا التابعين. وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا، ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم. انتشرت بعد ذلك المسانيد، مسند أبو يعلى وغيره، مسند البزار. قلت يعني السيوطي: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء الثانية، أول في أول من جمع كلهم في أثناء الثانية، يعني في أثناء الثانية يعني المئة الثانية، المئة الثانية في أولها يعني. وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر ابن عبد العزيز بأمره، ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، يعني اختفاء العلم وانتهائه وذهاب العلماء. طبعا ذهاب العلماء ده كان بيحدث نتيجة إيه؟ الحروب والغزوات التي كان يقوم بها المسلمون، فيذهب فيها كثير من أهل العلم الذين يحفظون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظون القرآن ونحو ذلك. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجمعوه. طبعا سيدنا عمر خاف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذهب بموت العلماء الحافظين لها. قال في فتح الباري عن الحافظ ابن حجر: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي، يعني إيه بدأ تدوين الحديث النبوي في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما كتب بذلك إلى أهل الآفاق يطلب منهم جمع الحديث.
ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري ده اللي هو إيه شيخ الإمام مالك. تنبيه، قول المصنف اللي هو الإمام النووي المجرد زيادة على ابن الصلاح، يعني ابن صلاح ما ذكرش كلمة المجرد دي، احترز بها عما اعترض عليه به، يعني عما اعترض بها أو على ابن الصلاح بها، يعني من أن مالكا أول من صنف في الصحيح إنه قبل البخاري، وتلاه أحمد ابن حنبل وتلاه الدارمي. قال العراقي: والجواب أن مالكا لم يفرد الصحيح، يعني لم يذكر في كتابه الصحيح فقط، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات. نعم، والبلاغات معناها أن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. طب يعني أنت يا سيدنا الإمام مالك شفت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعته؟ لا، ده هو سمع من واحد عن واحد، ولكنه لم يذكر الإسناد، وقال إيه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهذا يسمونه البلاغات، وهي في موطأ مالك. ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف. طبعا إيه كلمة ديت، إن من بلاغاته أحاديث لا تعرف، لا، جه بعد كده الحافظ ابن الصلاح نفسه وصل بلاغات مالك، يعني أوجد لها أسانيد ورواها بأسانيده. كل الأحاديث التي رواها الإمام مالك في موطئه بلاغات أو شيء من هذا القبيل وصلها ابن الصلاح، والأحاديث اللي هي المرسلة والمنقطعة وصلها ابن عبد البر، وصلها ابن عبد البر. ومن بلاغاته أحاديث إيه لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر. طبعا ابن عبد البر بيتكلم على إيه؟ على البلاغات بس، مش على الايه المراسيل والايه والمنقطع، يتكلم على البلاغات فقط، هو ما قدرش ان هو ايه يلاقيها، لم يجدها. جه بقى بعد كده ابن الصلاح ووجد هذه الاحاديث التي ايه رواها الامام مالك في الموطأ بلاغا، فلم يفرد الصحيح اذن، يعني الامام مالك لم يقصد في أن يذكر في كتابه الصحيح فقط، يبقى كده البخاري أول من صنف في الصحيح. وقال مغلطاي: لا يحسن هذا جوابا. ليه؟ قال: لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. قال لك طب ما البخاري برضه فيه إيه أحاديث إيه مرسلة ومنقطعة وأحاديث اللي هي المعلقة، الإمام البخاري بيحذف إسنادها، يبقى هو في البخاري برضو أشياء من هذا القبيل، فاشمعنى بقى بتقولوا إيه إن البخاري أول من صنف في الصحيح. وقال شيخ الإسلام: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. يعني الإمام مالك كان بيرى الاحتجاج بما رواه هو حتى ولو كان مرسلا أو منقطعا،
لأن هو كان يعلم أن هذه الأحاديث صحيحة، هو رواها مرسلة أو منقطعة، بس هو إيه يعلم أن هذه الأحاديث إيه صحيحة ولها أصل، وهي حجة عنده، وإلا لما كان رواها في كتابه، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به، يعني إن هو إيه أفرض الصحيح. يعني هو الإمام مالك قال أنا ما إيه ما قالش إن أنا أفردت هذا الكتاب بالصحيح فقط، قال والفرق في بين ما فيه من المنقطع، ما فيه اللي هو الموطأ، وبين ما في البخاري، أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا، يعني الإمام مالك سمعه هكذا منقطعا أو سمعه هكذا مرسلا، هو سامعه كده وهو حجة عنده، حجة عنده ليه؟ لأنه مثلا كان بيثق في من روى له هذا الحديث وإن كان مرسلا، يعني مثلا سعيد بن المسيب لما يذكر حديث مرسل، فالإمام مالك عنده سعيد بن المسيب ثقة، بل هو فوق الثقة، فمش هيقول له طب أنت جبت الحديث ده منين؟ لأنه هو متأكد أنه لا يرويه إلا إذا كان متأكدا إلى نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة عنده. والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا، يعني هو الإمام البخاري سمعه موصول، سمع هذا الحديث موصولا مش منقطع، ولكنه حذف إسناده متعمدا عمدا. ليه بقى حذف إسناده عمدا؟ قال لك لقصد التخفيف، فهو بيذكره في موضع موصول لحاجة هو يراها أو لنكتة فقهية، عايز يذكره في موضع آخر، طب ما هو ذكره بإسناده قبل كده، فيقوم يجي في الموضع الآخر ده ويحذف الإسناد عشان ما يكررش. قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا، أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع كتابه. طب الحديث ده مش على شرط إيه البخاري، فإيه يحذف إسناده عشان ما يجيش حد بعد كده إيه يقول له ما الحديث ده مش على شرطك، حطيته في الصحيح ليه؟ الحديث مثلا الحديث ده الرواة فيه ما توفرتش فيهم الشروط اللي البخاري وضعها، فيقوم حذف الإسناد عشان ما حدش يأتي بعده يقول له أنت حطيت أحاديث ليست على الشرط اللي أنت اشترطته، فيحذف الإيه الإسناد ويذكر المتن فقط كشاهد أو يستأنس به على إيه المتن الذي ذكره أو الأصل الذي ذكره كشاهد كده أو حاجة بإيه بيستأنس بيها، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا أهو واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك مما سيأتي عند الكلام على التعليق على الحديث المعلق يعني. فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرجه عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ، بخلاف الموطأ. قال لك لأن الأحاديث اللي هي البلاغات والمراسيل اللي في الموطأ محتاجة إن احنا نوصلها زي ما عمل ابن الصلاح وابن عبد البر، لكن اللي في البخاري بعضها مش محتاج لأنه ذكره قبل كده إيه متصل،
او ان هو بيذكره مش يذكره ان هو معتمد عليه، لا هو بيذكره ايه استئناسا. واما ما يتعلق بمسند احمد والدارمي فسياتي الكلام فيه في نوع الحسن عند ذكر المسانيد. يبقى ايه هيتكلم على مسند الامام احمد والدارمي لما يتكلم على ايه الحديث الحسن. ثم تلا البخاري في تصنيف الصحيح مسلم بن الحجاج تلميذه، يبقى اللي صنف الايه في الصحيح بعد البخاري مين؟ مسلم. ومسلم ده مين؟ تلميذ البخاري. طب هو ليه مسلم لم يروي عن شيخه في الصحيح؟ شو تلميذه مسلم تلميذ البخاري، ما تجدش في اي حديث في صحيح مسلم انه بيقول حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري، هو شيخه. طب ليه؟ لا لا برضو. أكثر شيوخ مسلم أو أكثر شيوخ البخاري مسلم شاركوا فيهم، يعني شيوخ البخاري أكثرهم شيوخ مسلم. هو مسلم تلميذ البخاري لكن شيوخ البخاري أكثرهم هم شيوخ مسلم، فيبقى شاركه في مشايخه. طيب لما هيجي يروي هذه الأحاديث هيبقى الإسناد أعلى إن هو يرويها عن شيوخه اللي هم شيوخ البخاري، ولا يرويها عن البخاري عن هؤلاء الشيوخ؟ يرويها عن شيوخه هو اللي هم برضو شيوخ البخاري، فيبقى الإسناد هيبقى هنا إيه أعلى لما يرويها هو ايه من طريقه. لكن لو رواها من طريق البخاري هيبقى الاسناد ايه فيه نزول. فلذلك لم يذكر الايه الامام مسلم في صحيحه رواية له عن شيخه محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. طبعا في بعض الناس بقى ايه قعدوا كده يفكروا كلام مش معقول، قال لك أصل هو الإمام مسلم كان بيعترض على البخاري وما كانش بقى يعني إيه كان بيخالفه في منهجه، عشان إيه هو كان البخاري بيشترط اللقاء وفي من قال عن واللقاء والمعاصرة، بينما مسلم كان بيشترط المعاصرة فقط، فالمنهج غير المنهج وهو عشان كده مبقاش يروي عنه. لا دي ملهاش دعوة خالص، هذا ليس له تعلق بهذه المسألة. هو لم بل بالعكس، ده هو الإمام مسلم كان يجل الإمام البخاري وكان يدافع عنه، وإذا يعني ذكره أحد بسوء كان يدافع عن الإمام البخاري، فهذا دليل على أنه لم يقصد بعدم روايته عنه في الصحيح هذا، بل لم يروي عنه في الصحيح لإيه مسألة علو ونزول الإسناد. قال العراقي وقد اعترض أو اعترض هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة كنت مع مسلم بن الحجاج، يعني في واحد بقى اعترض وقال إيه إزاي لا ده مسلم هو اللي إيه أول من صنف في الصحيح. بيقول كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة 520، وهذا تصحيف إنما هو 50 بزيادة الياء والنون، يعني سنة 50 و200
ليه بقى؟ قال لك لأن في سنة خمس، يعني 500، كان عمر مسلم سنة واحدة. فهو ألف الصحيح، ألف صحيح مسلم وهو عنده سنة واحدة، ده يعني حاجة بقى ما حصلتش يعني، ده ولا في الكرامات حتى. بل لم يكن البخاري صنف إذاك، حتى البخاري نفسه ما كانش صنف إيه الصحيح بتاعه. فإن مولده، أي مولد الإمام مسلم، سنة 94 و100، 94 و100. طب ازاي بقى؟ هو بيقول ان هي ايه، سنة 250، وفي سنة خمس، يعني لو هنفترض ان هو سنة 205 كان عمر مسلم سنة، ومسلم كان مولده 94 و100، ولا ده مولد البخاري بقى؟ ده مولد البخاري. اه ما تمشيش الا كده، مولده يعني البخاري سنة 94 و100، وهما اي البخاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن العزيز. قال ابن الصلاح: وأما ما رويناه عن الشافعي، طبعا الكلام ده ورد عن الشافعي وعن غيره كثير، من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. وفي لفظ عنه: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. فذلك قبل وجود الكتابين، لأن الموطأ كان قبل البخاري ومسلم، فساعتها ما كانش فعلا في أصح من موطأ الإمام مالك، لم يكن البخاري ولا مسلم موجود، يعني مش موجود، يعني ما لم يكن قد لم يكونا قد صنفا كتابيهما، فكان اللي موجود بس فقط الموطأ. فلذلك قال الأئمة ومنهم الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه ما يوجد في على هذه الأرض أصح من كتاب إيه الموطأ. وفعلا الإمام الموطأ الإمام مالك لولا المراسيل والبلاغات والأحاديث المنقطعة فيه، يعني لو ما كانتش هذه الأحاديث موجودة في الموطأ اللي هي المراسيل والبلاغات والمنقطعات دي، كان هيبقى أصح من الصحيحين بمراحل. هي المشكلة بس إن هو الإمام مالك وضع في موطئه هذه المراسيل والبلاغات، لو لم يضع هذه الأحاديث فيه لكان لم يعني يدانيه كتاب، لا الصحيحين ولا غير الصحيحين. والبخاري أصحهما، يعني أصح من مسلم، أي المتصل فيه دون التعليق والتراجم، وأكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية وغير ذلك. حتى الأئمة كانوا يستنبطون من أبواب البخاري، عنوان الباب اللي وضعه الإمام البخاري كانوا يستنبطوا منه يعني فوائد فقهية، وكثير من الأئمة صنف في أبواب البخاري بس، يعني جمع كده الإيه عناوين الأبواب وصنفوا فيها كتب، منهم الحافظ ابن جماعة وغيره يصنف كتاب في فقه البخاري في الأبواب، في عنوان الباب فقط، فما بالك بقى بالأحاديث اللي جوه. وقيل مسلم أصح، والصواب الأول،
في كان بعض المغاربة كانوا يفضلون إيه صحيح مسلم على صحيح البخاري، وعليه الجمهور أي على تقديم صحيح البخاري، لأنه أشد اتصالا. أشد اتصالا ليه؟ الشرط اللي احنا عارفينه ان هو لابد من ان يكون الراوي قد التقى بالراوي وثبت لقاؤه به، لا يكتفي بمجرد المعاصرة، فلذلك كان أشد اتصالا وأتقن رجالا. يعني الأئمة اللي إيه روى لهم البخاري أكثر ضبطا وإتقانا من الذين رووا لهم إيه مسلم. وبيان ذلك من وجوه، أحدها أن الذي انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا. ثمانين يعني تقريبا يعني سدس الرواة يعني واحد على ستة من الرواة الذين رووا لهم البخاري تكل ما فيه. والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160، يعني برضو تقريبا ايه السدس. ولا شك ان التخريج عمن لم يتكلم فيه اصلا اولى من التخريج عمن تكلم فيه ان لم يكن ذلك الكلام ايه قادحا. ثانيها يعني شوف هو ايه رجال البخاري اللي تكلم فيهم 80 فقط، اللي تكلموا فيهم في مسلم 160 يعني الضعف، فيبقى أيهم أشد إتقانا وضبطا؟ رجال البخاري. ثانيا أو ثانيها إن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، عن الثمانين رجل هؤلاء الذين تكلم فيهم لم يخرج لهم البخاري في صحيحه كثيرا، عدة أحاديث إيه قليلة، وليس لواحد منهم نسخة كثيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس هي التي إيه أكثر منها البخاري، وهي الترجمة التي إيه تكلم فيها، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبي، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبي، وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. كل هؤلاء تكلم فيهم الحفاظ في هذه الروايات بعينه، حتى إن اللي صنفوا حديثا كتبا في تضعيف الأحاديث التي في مسلم جابوا تلك الأحاديث ووضعوها في الكتاب، يقول لك الأحاديث اللي في مسلم ضعيفة ليه يا أخينا، يقول لك أصلها إيه أحاديث هي من رواية أبي الزبير عن جابر، يبقى الأحاديث دي ضعيفة عشان إيه الحتة دي. ثالثها إن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غيره، يعني حتى الرجال اللي تكلم فيهم عند البخاري أكثرهم إيه شيوخه،
مش ناس ايه ما يعرفهمش. طب اذا كانوا شيوخه يبقى هو اكتر واحد عارفهم، واذا كان عند واحد منهم احاديث ليست في مستوى القوة التي يبتغيها البخاري مش هياخدها، فاذا هو لن يأخذ من احاديثهم الا اذا عرف ان هذه الاحاديث بعينها قد ثبت عندهم فيها شرطه هو. هم شيوخه هو أدرى بهم بعكس مسلم، فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيهم ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم. يبقى الرجال اللي تكلم فيهم عند مسلم، مسلم ما شافهمش أصلا، مسلم لم يرهم وليس من شيوخه، فيبقى أنه أفضل واحد ده شيخه وعارف أحاديثه وعارف أوله وآخره إيه، ولا الأحاديث اللي أنا إيه مسمع يدوبك بسمع عنها وأحاديث من التابعين؟ لا، يبقى هنا دي إيه ميزة أخرى للبخاري. ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنه. رابعها، إن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا. ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحازمي. يعني في طبقة من الرواة هؤلاء في المرتبة العليا، وهناك أي طبقة تليها أقل من الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان. الإمام البخاري لما بيجي يخرج في الأصول بيخرج عن الطبقة الأولى فقط. إذا روى حديثا فيه أحد من أهل الطبقة الثانية التي هي أقل في الحفظ والإتقان يروي عنهم إيه تعليقا، يروي عنهم إيه تعليقا، بعكس الإمام مسلم ممكن يروي عن هذه الطبقة الثانية في الأصل، في أصل الباب أو في أصل الترجمة. الإمام البخاري ما يعملش كده، يأجل تخريج أو إيراده لأحاديث هؤلاء في المرتبة الثانية، يعني يروي حديث أو حديثين في الباب من رواية الحفاظ المتقنين، ويأتي بقى في الحديث الثالث أو الرابع أو الخامس يأتي برواية هؤلاء الأقل ضبطا وإتقان. لا، مسلم ممكن يأتي بحديث في الباب في أول الباب من أحاديث الطبقة التي هي أقل في الإتقان، وهذا لا يفعله البخاري. إذن هذه ميزة أخرى للبخاري على مسلم. خامسها، أن إن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصرا وإن لم يثبت اللقي. يعني مجرد أن هم موجودين في عصر واحد وده قال إيه عن فلان يبقى خلاص يثبت الاتصال. والإمام مسلم كان يدافع عن هذا أشد مدافعة في مقدمة صحيح مسلم، يدافع عن ذلك دفاعا شديدا مستميتا. أما البخاري فلا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي. يبقى البخاري أشد أو كان متشددا في مسألة اتصال الرواة،
والتقائهم ببعض وأخذهم عن بعض. وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعنا. واضحة النقطة دي؟ يعني الإمام البخاري ذكر حديث قبل كده في باب من الأبواب، راوي يقول عن فلان. طب ايه احنا عايزين نعرف عن دي؟ يعني هو شافه فعلا والتقى به زي ما هو شرط البخاري. فقال لك البخاري يعمل ايه بقى؟ يجي في ايه في باب اخر ويجيب حديث ملوش تعلق بالباب عشان يثبت ان الراوي ده سمع من ده. فالراوي هنا في الحديث ده بالذات يقول ايه؟ حدثنا. فهو عايز يقول لك يعني الحديث اللي انا رويته قبل كده فيه عن انا ايه متأكد ورويته عشان عارف ومتأكد ان هما التقوا ببعض، الشرط اللي انا حطيته. سادسها إن الأحاديث التي انتقدت عليهما نحو 110 10 أحاديث كما سيأتي أيضا. الأحاديث اللي انتقدت على البخاري ومسلم 210 اختص البخاري منها بأقل من 80 80 أو أقل من 80 تبع البخاري، يبقى الباقي كام؟ حوالي 120 120 لا 130 كمان، يبقى 80 تبع البخاري و 130 تبع مين؟ مسلم. يبقى الأحاديث التي انتقدت عند البخاري أقل بكثير من التي انتقدت عند مين؟ عند مسلم. ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر. وقال المصنف في شرح البخاري من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب أو انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذه في هذا الكتاب. اتفاق على أن البخاري كان أحفظ وأجل من إيه؟ من مسلم، وهو شيخه. وقال شيخ الإسلام اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، يعني تخرج عليه ودرس عليه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. يعني لو البخاري ده مش موجود ما كانش هيبقى في حاجة اسمها مسلم، لم نكن نسمع عن مسلم لولا البخاري، لأنه كان يجلس إليه وتعلم منه الكثير رضي الله عنهما أجمعين. نكتفي عند هذا الحد ونكمل المرة القادمة إن شاء الله تعالى.